دي تقدر تقول عليها الفتره او الموسم الخاص بالانتقالات ومع التسريبات، بقى بندل كده مع بعض، تاخد موسم انتقالات وتاخد موسم تسريبات يلموا لك الليله كلها في فتره انتقاليه قبل ما نبدا الموسم الجديد. وخليني اقول لك ان واحده من اكبر او اهم الملاحظات اللي هنتكلم فيها النهارده، وده مرتبط باول سؤال لضيوفي، فكره انه موسم الانتقالات السنه دي السعوديه بتخش فيه على انها واحده من اقوى الدوريات اللي عملت ميركاتو في فترة الانتقالات الصيفية. لكن هو السؤال اللي يتسأل هنا، هل الانتقالات دي، هل المبالغ اللي اتصرفت دي، هل الأسماء اللي جت عشان تلعب في الدوري السعودي قادرة أنها تصنع الفارق؟ لغاية دلوقتي من اللي شفته واللي تابعته في البطولة العربية بقول لحضرتك لأ، لكن هل عند ضيوفي إجابة تانية أو مختلفة؟ تعالوا نسمع رأيهم. خلينا نرحب بقى أحمد مصطفى وبلال محسن ضيوفي النهاردة في السادسة. يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا. أنا شايف مباراة في الشياكة والأناقة كل أسبوع، يعني أهلا وسهلا بيكم. أهلا طبعا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين، إحنا بنتعلم منك طبعا. لا يعني إزاي، لا أنت طول الأسبوع بتعامل الكوليكشن هايل الصراحة، فلازم نيجي يوم الأربع بحاجة كده مختلفة يعني. أهلا أهلا بحضرتك طبعا. ولو على البطولة العربية بس أنا نرحب بقى بمصطفى الأول. ماشي كمل أنت كمل. ماشي على طول. إزيك يا أبو حميد؟ إزيك يا أحمد؟ يعني دايما مبسوط أنت معاك، وفعلا إحنا بنتعلم منك الشياكة. الله يخليك. ويعني الشياكة أنت كل يوم بتنورنا بحاجة مختلفة. طيب هكلمكم شويه في البطوله العربيه قبل ما نروح للميركاتو. انا معايا طبعا الميركاتو بتاعنا هنتكلم فيه صفقات الاهلي، سواء امام او رضا سليم، الصفقه اللي تم الاعلان عنها مؤخرا، لكن هتكلم كمان في الميركاتو الاوروبي ونشوف كده الانتدابات رايحه لفين. لكن حابب ابتدي معاكم بالبطوله العربيه، يمكن هي بطوله مش تحضيريه اكتر. تحضيريه اكتر، يمكن بطوله مش واخده السكسي. أيوة. واخده البروباغندا، على الرغم من بتشارك فيها انديه كبيره في افريقيا وانديه كبيره في اسيا. لكن السؤال الاول، هل انتوا حسيتوا ان في ترجمه حقيقيه للكم الكبير من الصفقات والاسماء والانتدابات والارقام اللي دفعتها الانديه السعوديه في مجموعه من اهم واكبر نجوم العالم؟ هل الاسماء دي كانت قادره انها تصنع الفارق، ولا النتائج ومستويات الاداء اللي انتوا شفتوها بتقول عكس ده؟ يعني يمكن في البدايه اللاعب الاكثر تاثيرا حتى الان هو كريم بنزيما، يعني كان ليه تاثير مباشر على نتيجه مباراه الاتحاد في المباراه الاولى، احرز هدف وصنع هدف، في المباراه الثانيه احرز هدف، واللقاءين انتهوا بفوز بسبب مباشر لكريم بنزيما. النهارده ظهر شويه لاعيبه الهلال وصفقات الهلال، يمكن اتكلمنا عن روبن نيفيز وسافيتش، الاثنين النهارده احرزوا اهداف الهلال وقادوا الهلال طبعا للصعود بعد الفوز على الوداد المغربي اللي من وقته خساره بطوله افريقيا وهو بيعاني على المستوى المحلي والمستوى العربي. فاللعيبه المستوى الافريقي خساره يعني افريقيا تسيت الافريقي برضه، انا بقول بعد خساره المحلي والعربي انا محليا وعربيا طبعا بعد المعاناه الافريقيه. فعايزين نقول ان لسه البدايه، يعني انا بعتبر مباراه البطوله العربيه زي ما احنا قلنا مباراه تحضيريه، ولكن المحك الرئيسي طبعا هيبقى مع انطلاق فعاليات الدوري السعودي بقى بعد ما كل الانديه تاخد او يعني تقف على التشكيل الاساسي والمنافسات الرسميه. لكن حتى الان ما فيش حد، زي ما قلت لك يعني يمكن الابرز اللاعب الابرز هو كريم بنزيما. احمد شايف ازاي لما بقيس مثلا على الهلال، بما انه الهلال هو اقوى ميركاتو، ده مش كلامي، ده كلام الارقام والاحصائيات، وبشوف مستواه في الماتشات الثلاثه اللي ظهر فيهم. انا تابعت ماتش السد بصراحه، وتابعت الماتش بتاع الوداد اللي كان بيتلعب قبل السادسه على طول لغايه يمكن الدقيقه او الدقيقتين الاخيرتين من المباراه، وسمعت نتيجه اهلي طرابلس اللي تعادل فيها الهلال. السد خسر قدامه الهلال بنتيجه 3-2. فالقصه هنا ما هياش قصه ميركاتو، او ما هياش قصه اسماء، او ما هياش قصه فلوس وارقام. واعتقد انه مش عايز اكون طبعا بحكم بدري على التجربه، لكن من الواضح انه المردود اللي كان متوقع من الصفقات اللي بالحجم ده، من الصفقات معاها تقيل، ما ظهرش بشكل كبير في البطوله العربيه. اتفق معاك جدا يا احمد، ان انا بشوف ان كل الانتدابات مش عند الهلال السعودي بس، الانتدابات كلها اللي حصلت في الدوري السعودي، احنا بنتكلم على اربع انديه بشكل مباشر، والهلال والاتفاق الخامس، حتى الاتفاق كمان معاهم الخامس طبعا، يعني اتحاد جده والنصر السعودي، بس الاتفاق ما عملش برضو صفقات تقدر يعني تقول عليها. دي حاجات ستيفن جيرارد، هي صفقه اعتقد بتبقى يعني كمدير فني بتبقى بيعملوها تقريبا عشان برضو ما ينفعش ما يعملش صفقات، ان شايف طبعا الانديه الكبيره. وجوردن هندرسون صح؟ بالظبط. فالمردود بالنسبه لي هو مردود تسويق مش اكتر، لكن المردود الايجابي او الفني احنا ما شفناهوش دلوقتي حتى في البطوله العربيه، واعتقد كمان
هيبقى في الدوري السعودي، لان انا حضرت موضوع اللعيبه الاوروبيين والاجانب في الدوري القطري من زمان جدا الموضوع ده، واعتقد من ايام باتستوتا ولاعيبه كبار كانوا موجودين في الدوري القطري، لكن برضو ظل الدوري القطري هو هو. يعني طبعا الدوري السعودي تسويقيا راح في حته ثانيه، والانديه خلاص بقت يعني يعني خلاص موضوع بوجود كريستيانو هو سبب كبير جدا في طبعا يعني اللعيبه كلها طبعا بقت موجوده في الدوري السعودي. روماريو كان لعب اعتقد برضو فتره فترات في قطر في النصر السعودي اعتقد، لا في السعودي بس ما اعتقدش في النصر، بس النصر جاب على فكره النصر من زمان بيجيب حتى النصر اصلا شهرته كمان في السعوديه بالعالمي، لان هو دايما بيجيب لعيبه عالميه. ففكره الانتدابات اللي كلها اللي بتحصل في الدوري السعودي انا بشوف ان هي المردود بتاعها فعلا ما كانش يعني فنيا مش كبير خالص، وده باين جدا في مباراه الهلال السعودي حتى الاتحاد جده. وبيتهيألي كمان منتاليتي او تفكير او عقليه اللعيبه اللي جايه من اوروبا، يعني لعيب زي بنزيما بالظبط وهو جاي من ريال مدريد وجاي من بطولات زي تشامبيونز ليج بيلعب في الدوري السعودي، ما كامل احترامي ده مش تقليل للدوري السعودي، لكن انا بحاول اشوف الامور من وجهه نظر اللاعب نفسه، النجم الكبير ده اللي كان بيلعب في ريال وبيلعب في تشامبيونز ليج وبيلعب في ليجا اسبانيه، لما يجي يلعب في الدوري السعودي ما اعتقدش انه عنده الدوافع او الحافز الكافي انه يطلع يعني اقصى ما هياخد. هو انا اعتقد ان العمليه هتاخد وقت شويه، يعني فكره ان اللاعب يستوعب ان هو ساب منافسات زي دوري الابطال بالنسبه له في الاخر داون جريد يعني بالظبط. طبعا يعني احنا مش تقليلا من الانديه السعوديه او من الدوري السعودي، ولكن احنا بنتكلم واقعيا وفنيا ان انت علشان تستوعب ان فكره انك خرجت من منافسات دوري ابطال اوروبا ومنافسات الدوري الاسباني او الدوري الانجليزي او كل دي اقوى منافسات على مستوى العالم وكل باعتراف كل اللعيبه وحتى السعوديين نفسهم او القائمين على الدوري السعودي، ففكره ان اللاعب حتى يستوعب ان هو اصبح لاعب في دوري اخر بعيد تماما في منافساته وفي اللعب بطرق اللعب والكلام ده كله، تجربه جديده، تجربه مثيره للاهتمام. حتى بعض اللعيبه لسه ما اعلنتش على الحسابات الرسميه بتاعتها حتى الان عن انتقالها، يعني بروزوفيتش مثلا لاعب النصر السعودي ما نزلش اي حاجه لسه لحد دلوقتي بالرغم ان هو خد 3 أو 4 مباريات مع النصر، ولكن لسه ما اعلنش. رياض محرز ايضا حتى الان ما اعلنش او عن في حسابه الشخصي ان هو انتقل لاهلي جده، فتحس ان اللعيبه لسه فكره استيعابها ان هي سابت الدوري الانجليزي وانتقلت لدوري عربي ايا كان حجم المنافسه اللي هو اللي منتظراهم. على فكره بالمناسبه المنافسه اللي بتنتظر اللعيبه دي وحجم السبوت اللي هيبقى عليهم كبير جدا. فلازم يكونوا هم برضو عاملين في حسابهم ان ما تنكرش انه هيكون دوري جذب للانظار. اكيد طبعا يعني طبعًا. يعني اكيد طبعا المستوى المنافسه والاسماء دي لما تواجه بعض في الدوري السعودي الناس هتبقى عايزه تشوف فيرمينيو ورياض محرز وساديو ماني وجوردن هندرسون كانتي رياض محرز بوزوفيتش سافيتش روبن نيفيز. ولسه كمان اعتقد ان الموضوع مش هيقف عند اللعيبه دي، اعتقد خلاص هو السعوديه والدوري السعودي بقى محط انظار دي مجرد بدايه يعني يا ابو حميد. مجرد بدايه طبعا. عشان كده طارق حامد في ختام الموسم قال لو انا طارق حميديتش كنت هتعامل معامله تبقى احنا عرفنا بقى ليه قال حميديتش. بمناسبه طارق حامد يعني اعتقد ان المدير الفني الف سلامه طبعا نتمنى له طبعا الشفاء، الاصابه كانت قويه جدا صعبه قوي يعني، ولكن واضح ان المدير الفني يعني قال في التصريح بتاعه قبل المباراه الاخيره في المجموعات قبل ما يصعدوا قال ان انا يعني مش هجازف في طارق حامد، لكن كلامه يبين ان هو واثق في طارق حامد، فالناس كلها كان في تصريحات ان طارق حامد هيمشي. طبعا هم جابوا فابينيو خلاص لاعب ليفربول، فابينيو بقى في فابينيو ونجولو كانتي وطارق حامد، فالناس كلها دايما طبعًا. بتقول لكن واضح جدا اعتماده بنسبه كبيره على طارق حامد، فده بينفي كلامه عكس التصريحات اللي بتطلع على السوشيال ميديا ان هو يعني قريب من ان هو يرحل الاتحاد جد. متوقع انه يستمر مع انا اتوقع استمراره في الاتحاد جد. لا يعني انا كنت شايف ان هو قريب جدا من الخروج، ولكن انا يعني عندي احساس ان هو بعد الواقعه الاخيره والقتاليه العاليه اللي اظهرها طارق حامد في المباراه واللعب بالروح القتاليه دي، انا اعتقد ان مسؤول اتحاد جده اعادوا حساباتهم مره اخرى في موضوع بقاء طارق حامد، لان هو مين متوقع يمشي؟ لان هم كده في اسم زياده عندهم في القائمه. انا اتوقع يعني تقريبا وسمعت يعني ما اعرفش انه ممكن يخرجوا حجازي بس من القائمه مؤقتا. ما هو كده كده لا هو كده كده حجازي اسمه اترفع اصلا من يعني من القائمه. ما اعرفش اترفع في لاعب اخر لازم يتم رفع اسمه، ولكن ممكن ما تستبعدش يعني طارق حامد ممكن في اي وقت هو بيعتمد على كانتي في 8 ما بيلعبوش 6. يعني هو بيلعب كانتي 8 وطارق حامد 6. فيعني كانتي ملوش علاقه بطارق حامد خالص، هو الفكره كلها في بينه هيستخدمه هو ازاي. لا فابينيو 6 فهو ما هو ممكن هو يستخدمه يعني برضو على حسب هو بيفكر ازاي. طبعا نونو سانتوس ما اعرفش هو هيفكر بقى اذا كان هيستخدمه مع بعض. الاتحاد، الهلال، الاهلي، النصر، احنا كل واحد راهن على فريق الحلقه. انا قلت لك خد بالك، لا خد بالك الاتحاد من قبل الانتدابات دي
عنده فرقه محترمه جدا. يعني خد بالك انه اتحاد فاز ببطوله الدوري السعودي بعد منافسه شرسه جدا مع النصر. الهلال فريق تقيل جدا برضو من قبل انتداباته، رغم كده الاتحاد قدر يحسم اللقب والبطوله. فلما يجيب لعيبه بحجم كانتي، والهلال كمان خسران نهائي اسيا، ولما لما الاتحاد يجيب بنزيما ونقوله كانتي، وهو عنده عبد الرازق وعنده حجازي وجوتا طبعا وفابينيو، لا انت بتتكلم في فرقه بقت تقيله جدا. وانا تحديدا كمان الاتحاد يعني في سبوت اكتر عليه من الهلال والاهلي، وعشان ده يعني منافس محتمل بالظبط كده. بس يعني في حاجه ملفتة احمد، هينافسك على بطوله كاس العالم، وانا نفسي في كاس العالم ده نروح لبعيد شويه ان شاء الله باذن الله. في حاجه ملفتة في كل الانتدابات في الفرق السعوديه، لكن بس اكمل سؤالي، مين اكتر فريق نجح في انه يعمل ميركاتو قوي من وجهه نظركم من الاربع فرق دول؟ يعني بص للهلال، تبص للنصر، يعني من وجهه نظري انا يعني الانتدابات القويه اللي هي محتاجها، اللي جاب انتدابات محتاجها هو اتحاد جد. لكن اللي هيعمله فارق، اول الانتدابات اللي تعمل فارق جدا النصر السعودي. صفقه ساديو ماني دي ماني. اعتقد انت جايب لاعب من اهم اربع خمس لعيبه في العالم لو يعني ساديو ماني. بس السيزون الاخراني ليه مع بايرن ما كانش ساديو ماني اللي طبعا في اجواء وفي موضوع كبير جدا، حتى في الشجار بتاعه ما بينه وما بين سانيه كان باين جدا ان في توتر في اوضه اللبس طبعا، وتغيير مدرب وفي احداث، فالموضوع شكله ما كانش مرتاح نفسيا، وهو حتى طلع قال كده، فالموضوع فيه بعد نفسي بالظبط. هو النهارده حتى توخيل خرج بتصريح وقال ان انتقال ماني للنصر السعودي هو افضل حل بالنسبه لماني وبالنسبه للبايرن، يعني انتقاله كان شيء حتمي. أيوة. لانه خلاص نفسيا ما بقاش قادر يتعامل مع لاعب البايرن بعد الواقع زي ما احمد قال، بعد واقع ثاني. انا بشوف ان يعني على مستوى الاسماء النصر راح للاسماء، طبعا بروزوفيتش ده لاعب كان قاب قوسين او ادنى من الانتقال لبرشلونه، حتى هو اللاعب انتظر كتير، حتى كان عنده امل ان هو ينتقل لبرشلونه، ولكن النصر قدر يحسم الصفقه من انتر. وساديو ماني طبعا، ولكن انا هفضل عند رهاني على الهلال السعودي. انا شايف ان هو انتدابات الهلال ما جاش في البطوله، ما جاش خالص، رجع النهارده رجع النهارده شويه احتوائي برضه خيسوس. لا يعني انا كمان المدير الفني خيسوس، لا بس الوداد لعب ماتش كبير النهارده، عمل جيم كبير جدا، مباراه مميزه. يعني تشوف القيمه التسويقيه للوداد والقيمه التسويقيه للهلال. لا ده احنا منصف كمان عامل لنا احصائيه عن الفرق الاكثر انفاقا في العالم، مفاجاه ان الهلال جاي، مش عايزين بقى نحرق الاحصائيات. خلاص بقى قالها لك، هو رقم اثنين على طول على مستوى العالم. طب تعالى نشوف، نسيبنا من الميركاتو في السعوديه وتعالى نشوف الدوري الانجليزي، الفرق اللي يمكن او اقوى دوري في العالم، ونشوف حجم الميركاتو وحجم انفاق الانديه هناك في عامله ازاي. وتعالى نبتدي نشوف بدايه مع مانشستر يونايتد. لا انت بتتكلم عن حجم الانفاق ولا الصفقات؟ لا انا اتكلم الاول على الصفقات، الميركاتو الانتقالات. في ماونت طبعا، ميسن ماونت طبعا من تشيلسي لمانشستر يونايتد ب 64 مليون يورو. وفي طبعا اونانا حارس الانتر. يعني حارس مميز جدا، واعتقد صفقه مهمه جدا لمانشستر يونايتد، نهايه مرحله دخيه دي حقيقه، يعني كانت اتاخرت اصلا، كانت لازم تبقى من بدري شويه. غريب ان دخيه لحد دلوقتي ما فري لاي نادي. ب 52 ب 52 مليون يورو. جوني ايفنز طبعا جاي طبعا من ليستر سيتي ب 2 مليون يورو. دي لا هو جاي فري ترانسفير، دي صفقه انتقال حر، لكن هو راتب القيمه التسويقيه بتاعته 2 مليون. يعني ارخص من اللعيبه عندنا كتير في مصر والله. بالظبط دي حقيقه. احنا عندنا حاليا محمد عبد المنعم على ترانسفير ماركت القيمه التسويقيه بتاعته عليت من مليون. لا انت كان على 100 على 3 ماركت، اقل من الشناوي واقل من ديانج واقل من عبد المنعم واقل من شريف. اعتقد انه الاربعه دول ارقامهم بتتخطى كده صفقات مانشستر يونايتد. دي مانشستر يونايتد ما هياش باستثناء ميسن ماونت، يعني مش شايف انه يعني في اضافه كبيره جدا. يعني صفقه انتوني الحقيقه، اهو انتوني ده اللي كان نفسي يروح السيتي بصراحه. انتوني مناسب معاه، انت بتحب انتوني جدا جدا على فكرة. جدا يعني دايما بلاحظ ان انت بتتكلم عنه. لا انا معجب جدا، يعني النموذج في الحته دي بالنسبه لي انتوني. يا ترى يناسب السيتي؟ انا شايف انه طريقه لعبه تناسب السيتي اكتر ما تناسب اليونايتد. لا انا ما بشوفوش، لان الانضباط التكتيكي اللي بيطلبه جوارديولا ما يناسبش. انا بشوف كده ان هو يعني لاعب زي جيريش لما تيجي تحت ايد الجواهرجي جوارديولا طبعا يظبط. لا وخلي بالك جوارديولا عمل كده مع جريليتش
ومحرز. اقول جريليتشي ومحرز بقى حاجه تانية خالص. بالظبط. فهو ممكن يعمل كده ممكن فعلا. ممكن ندخل بعد كده على مش عارف معانا بقى بعد الاربع معانا بعد اليونايتد في ليفربول وفي ليفربول هو عمل انتدابين فقط سابوسلاي من لايبزيج وماكليستر من اهو سابوسلاي طبعا وماك إليستر الاثنين انتدابهم 70 مليون بيدفعوا ارقام كبيره قوي ليفربول في لعيبه ما بتحسش انها برضو الصفقه اللي معيار تقيل يعني 70 مليون ده رقم كبير جدا انتوا اشتريتوا جود بيلينغهام بكام؟ لا كان ب 100 تقريبا 100 والفرق مش كتير قوي حوالي 5 او لكن جوهره بصراحه بيلينغهام هيبقى افضل هدف كمان اللي احرزه في مباراه اليونايتد بيلينغهام ده متكلم عليه كنا مع بعض من سنتين او حاجه يعني قلت له مستنوا في لعيب طالع يا جماعه في دورتموند هو كان واعد قوي لقينا بيلينغهام في ريال مدريد اهو فهم ليفربول جاب سابوسلاي ب 70 وجاب ماك إليستر من برايتون ب 42 اثنين لعيبه يعوضوا اعتقد غياب هندرسون وفابينيو عن وسط ملعب وبالمناسبة بمعدل السن الاعمار بالمناسبه كان في مباراه كبيره جدا بتلعب اليوم مباراه وديه بين بايرن ميونخ وليفربول انتهت بفوز بايرن ميونخ 4-3 مباراه كانت مثيره جدا بين فريقين في سنغافوره صح؟ بالظبط وبتقول انا يعني بتقول ان على فكره ان لسه ليفربول محتاج اثنين او ثلاث لعيبه علشان ينقذ الموسم بتاعه يمكن كلوب بيراهن شويه ان هو مش هيخوض منافسات اوروبيه كبيره فبيراهن على الدوري الموسم الصعب يعني. وقال تصريح النهارده غريب جدا قال باستثناء مانشستر سيتي كل الفرق مرشحه للفوز بلقب او بمركز مؤهل فقط لكن الفريق الوحيد المرشح للفوز هو مان سيتي يعني بالظبط فدي صفقات ليفربول والله طبعا انا مستغرب ان هو يعني على مستوى المنافسه يعني مانشستر سيتي هي طبعا السيتي يا جماعه بالنسبه للسيتي بقى دي بالنسبه لي كانت صدمه بصراحه دي غريبه تمشي كمان جوندوجان وتجيب كوفازيتش هو يعني هنفهمها مع في الموسم دي الصفقه دي هتبان يعني لما الدوري يبدا هيبان جوارديولا ايه الافكار وطبعا احنا يعني هو مبدع في الحاجات دي صفقه كلفت السيتي 29 مليون وكوفيزيتش لاعب مميز من ايام انتر ميلان وبعد كده كمان مع ريال مدريد وتشيلسي هو لاعب وسط يمكن مميز اكتر في موضوع الاستحواذ بالكوره وهو جوارديولا يحب النوعيه دي من اللعيبه يعني يعني مثلا لو حطيت لي في الحته دي اقول لك ماركو فيراتي عندي طبعا قد 3 كوفازيتش مثلا يعني فيراتي ما بين الهلال واهلي جده فعلا اقسم بالله ما بينهم يعني نسبه كبيره فيراتي واحد من افضل لعيبه خط النص في ملعب في العالم بحقيقه في السنوات الاخيره طيب نروح من السيتي عندنا توتنهام توتنهام صفقات توتنهام طبعا جابوا ماديسون لاعب صفقه كين هتتم ولا لا حد عنده بايرن ميونخ امبارح كان قال ان هم مصرين ومصممين لحد اخر العقد ال 85 بالظبط توتنهام ماسك في المية يعني ممكن تخلص ب 90 مثلا او يعني أوكي. الساعات الاخيره من الميركاتو بتبقى حاسمه في الصفقات اللي زي دي صفقه ماديسون يا جماعه انتظروا جيمس ماديسون في توتنهام الناس بقى لسه موسم ما ابتدى الناس اللي بتلعب فانتزي ماديسون كان يعني عامل شغل كبير جدا في الفانتزي الموسم الماضي فهو لا بس انا بشوف وعد من افضل اللعيبه في الدوري الانجليزي كله جيمس ماديسون صفقه في الجون جداً. من توتنهام بالظبط ماديسون طبعا انتقال من ليستر سيتي مقابل 60 مليون بعد كده عندهم بيدرو ماديسون جيمس ماديسون الصفقه ب 46 مليون هو قيمته التسويقيه 60 مليون هو يستاهل بصراحه 60 مليون وكمان قيمته التسويقيه ارتفعت بعد الموسم اللي عمله مع ليستر الموسم الماضي بيدرو بورو الرايت باك انتقل اليهم من سبورتنج لشبونه بصفقه تكلفت 40 مليون يورو بعد كده عندهم كولوفيزيسكي كان معار من يوفنتوس واشترى توتنهام عقده من اليوفنتوس ب 30 مليون بعد كده عندهم مارنو سولومون ده بيلعب جناح شمال كان في شختار الاوكراني ولسه مش عارفين بقى موضوع اوكرانيا الدوري فتوتنهام فعل فري ترانسفير عشان كده بقول لك لسه مش عارفين الوضع مع يعني هيلموا اللي صرفوه تقريبا كله من صفقه هاري كين بالظبط انت لو حسبت عشان كده هم ممكن يكونوا ماسكين في 100 علشان صافي اعتقد ان هي هتتم صفقه هاري كين بعد رحيل ماني اعتقد طيب نروح للدوريات او الانديه انا اسف الانديه الاعلى الاكثر انفاقاً او الاكثر انفاقا في الموسم الحالي ياتي أرسنال. في المركز معاك الورقه تمام الاحصائيه الارسنال طبعا هو رقم واحد اعلى انفاقا يعني ده زي ما قلنا لحضراتكم ده الارسنال
ديكلان رايز وكاي هافرتز وتيمبر لاعب بالمناسبه تيمبر لاعب مميز جدا منتقل من اياكس بيلعب في كل مراكز قلب الدفاع يعني بيلعب سيرد باك وبيلعب رايت باك وليفت باك لاعب مميز جدا وصفقه هتضيف كتير جدا لكتيبه ارتيتا في الموسم القادم يعني دي ثلاث صفقات مميزه طبعا ديكلان رايز وكاي هافرتز اياكس طول عمره انا باثق في ارتيتا جدا في اختياراته اياكس طول عمره الحقيقه مدرسه في صناعه في اختيار فن اختيار الموهبه صح. وكيفيه انه يعني يشتغل عليها ويستفيد يستفاد بيها فنيا وبعد كده يبيعها ويستفاد بيها في وقت من الاوقات اياكس باع 10 في الموسم اللي باع فيه 3 لمانشستر يونايتد وصل قبل نهائي بالظبط ولما وصل 10 لعيبه رحلوا من اياكس ومع ذلك اياكس لم يتاثر لانه هو زي ما انت قلت مدرسه صحيح. مهمه جدا في تخريج اللاعبين المميزين بالظبط. طيب نروح لاكثر انفاقا يا احمد. ماشي طبعا اكثر انفاقا هو الارسنال الانجليزي ب 231 مليون يورو. يعني المفاجاه طبعا زي ما احنا اتكلمنا في الهلال السعودي. الهلال السعودي 163 مليون يورو. طبعا باريس سان جيرمان 159 مليون يورو. عايزين نزود الفلوس بقى بتاعت باريس. ما هم هيزيدوا بعد ديمبلي عايزين نرفع ديمبلي. لهم الرقم ده شويه بس هم اللي مش باريس. عايزين ده ديمبلي خلاص بيخلص لا ده كمان احنا عايزين نعوضهم يعني. عايزين ناخد امبابي ونعللهم الرقم ده بس هم مش بيقول لك القصه داخله في صراع سياسي النهارده انشيلوتي قال ده اصبحت قضيه سياسيه وعلى فكره بالمناسبه بقت حاجه بقى موضوع سخيف جدا يعني خرج عن كل الاطر الفنيه من وقت على فكره بالمناسبه تدخل يعني انا من وقت التدخل الرئيس الفرنسي في تجديده وقت كاس العالم بس انا هقول لك حاجه يعني هو كيليان مبابي طبعا لاعب مميز جدا طبعاً. جدا بس انا شايف انه ما يستحقش كل الضرب لا ما وصلش كريستيانو لا ما وصلش ان هو يبقى كريستيانو وميسي بس أنا ما عملش عليهم كده يعني معاك ولا يستحق يعني ميسي في بداياته كريستيانو ما حصلش في كده ايوه كانوا ما كانش عليهم يعني راح الريال بسهوله جدا من مانشستر يعني زين الدين زيدان رونالدينيو اريك كانتونا الظاهره لك بيلي ومارادونا يعني فاهم دي لعيبه كوره يحصل عليها الكلام احنا ده بس احنا خلينا كيليان مبابي ما هوش احنا خلينا متفقين يا استاذ ان احنا انت بتتكلم في كام لاعب اصلا مميز على مستوى العالم يقدر يصنع الفارق احنا بنتكلم في مبابي هالاند صلاح حاليا طلع رونالدو وميسي خلاص خرجوا من المعادله تمام. الاوروبيه تمام فانت عشان اصبح عندك ندره في المواهب او ندره بمعنى اصح في اللاعب اللي هو يصنع الفارق كيليان امبابي اثنين كاس عالم ورا بعض بياخد فرنسا ويطلع بيها للنهائي بيفوز بلقب وبيخسر اللقب الثاني بركلات الجزاء بسبب وجود كيليان امبابي فقط يعني مع احترامي لكل الكتيبه اللي كانت موجوده في منتخب فرنسا ولكن كيليان امبابي كان العنصر الاهم في وصول في تتويج فرنسا بمونديال 2018 ووصول فرنسا احنا شفنا قلب المباراه في دقيقه فاينل طيب 20 نكمل 22. بقيه القايمه تمام في تشيلسي الهلال طبعا بالنسبه لي يخش نمره 2 على مستوى العالم في منافسه مع الكبار تشيلسي بص الاسامي تشيلسي وباريس سان جيرمان هو موجود الثاني وريال مدريد باريس سان جيرمان وتوتنهام وريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول كل دول ورا الهلال ورا الهلال يعني طبعا ورا الهلال توتنهام طبعا في المركز الخامس 136 مليون يورو ريال مدريد في المركز السادس 128 مليون يورو لايبزيج طبعا 126 مليون يورو خد بالك بقى من يعني نقف شويه مع لايبزيج ومع تشيلسي لانه في النهايه انت ممكن تكون داخل قائمه الانديه الاكثر انفاقا لكن وانت بتبقى صافي. صارف انت محقق ارباح وهنا اللي عامل ده في المعادله اعتقد تشيلسي ولايبزيج هم الناديين الوحيدين ان هم داخلين في الاكثر انفاقا لكن المحصله عندهم كويسة. في النهايه البالانس جاي بالبوزيتيف يعني 150 مليون فعلا و253 نادي تشيلسي انت لما تيجي تشوف اللعيبه اللي رحلت عن تشيلسي كتير الموسم ده عشان يتفادوا الوقوع في تحت طائله اللعب المالي النظيف تخلص من لاعبين كبار ادوار مندي حارس المرمى تخلص من كلوبالي تخلص من كاي هافرتز تخلص من ماونت تخلص من لا لاعبين كتير جدا رحلوا عن تشيلسي عشان يقدر يعمل البالانس اللي احنا شايفينه في النهايه ويتفادى الخسائر اللي كانت هتعرضه لعقوبات اللعب المالي النظيف يعني فانا على قد ما هم اخطاوا في سياسه تعاقدات الموسم الماضي ولكن عالجوا الموضوع وعاملين مباريات وديه مميزه مع بوتشيتشينيو في فتره طيب الاعداد. عايز اخدكم للاعيبه المصريه المحترفه في الخارج وتقييمكم او رؤيتكم للموسم بتاعهم اللي بيخلص ونظره على موسم جاي بيبدا تعالوا نشوف اكتر اللاعبين المصريين مشاركه مع محترفين في الخارج مشاركه مع انديتهم في الموسم الاخير ونرجع نسمع تعليق بلال واحد
طبعا قصة نسبة المشاركة مهمة جدا، حجم التأثير وحجم أو مستوى الفعالية دي قصة تانية، لكن خلينا نقول أن كل اللعيبة اللي ظهروا مع حضراتكم دلوقتي نجحوا في إثبات وجودهم وتثبيت أقدامهم في الدوريات وفي الأندية اللي بيلعبوا ليها. صلاح طبعا قصة نجاح مش محتاجين نتكلم عنها، لكن خلينا نتكلم عن بقية اللاعبين الموسم اللي فات ده. أحمد شايف مين أكتر لاعب؟ أخلي صلاح لأنه صلاح شوية خارج المنافسة لسه، بيقول عليه واحد من أهم مفاتيح اللعب في العالم أو اللعيبة اللي عندها قدرة أنها تصنع الفارق، لكن موسم ناجح بالنسبة لمين من وجهة نظرك؟ أكتر لاعب مصري نجح وتألق، أو المنافسة بين مين ومين من وجهة نظرك؟ مع عمر مرموش طبعا تألق جدا، وده خلاه حتى انتقل لإنتر فرانكفورت طبعا. بالظبط كده. ومحمود تريزيجيه، شايف إن تريزيجيه طبعا قدم موسم مميز جدا، وكان ليه دور فعال جدا في بعض المباريات مع نادي طرابزون التركي، فشايف ان المنافسه بينهم كانت يعني ما بين، حتى خلي بالك المنافسه دي موجوده ما بينهم حتى في منتخب مصر. يعني احيانا كانت الحيره بالنسبه لمستر تريزيجيه ولا مرموش، مرموش ولا تريزيجيه. السؤال دايما في غياب مرموش، احنا شفنا تريزيجيه كمان تالق مع المنتخب المصري، يعني حتى لما لعب في مباراه غينيا فكان حتى متالق، فهو اعتقد ان المنافسه كلها ما بين تريزيجيه ومرموش، وهم اكتر اثنين انا شايف ان هم قدموا موسم كبير جدا الموسم اللي فات. بلال، يعني انا طبعا اكيد مرموش نقله في مشواره ان هو ينتقل من فولفسبورغ لانتراخت فرانكفورت، خاصه ان احنا قلنا ان انتراخت كان عامل موسم مميز واقصى برشلونه، ومش لازم افكرك كل حلقه. ف على المستوى لسه برشلونه بتستوي يعني. انا يعني بص، ويكفي ان احنا بنعلم على الريال، يعني الريال لسه اوروبيا ما جاناش، بس يعني انتوا رحتوا، ده انتوا رحتوا البحه الماتش اللي فات، ست عرض كتير قوي بصراحه يعني. فلا عمر مرموش، انا بشوف ان مصطفى محمد بقى على المستوى اللاعبين اللي هم اثبتوا واقنعوا. اصعب حاجه انك تلعب تحت ضغط ان انت تقنع مسؤول النادي اللي انت معار ليه او انت خارج ليه اعاره بنيه البيع ان هم يفعلوا العقد ويدفعوا الرقم المتبقي من قيمه عقدك. فمصطفى محمد نجح ان هو يقنع مسؤولي نانسوري ان هم يفعلوا العقد ويكمل معاهم، ودلوقتي شايفين اهتمام اهو، يمكن معانا في الصوره مصطفى محمد. لقطات طبعا من فتره الاعداد. مصطفى كمان نجح ان هو يبقي فريقه في، كان في كلام على اهتمام شيفيلد يونايتد بمصطفى محمد ولانس، لسه مش اكيد، ولكن ممكن مع، خلي بالك انت عندك في يومين ثلاثه كده اللي هم الفينش بتاع الميركاتو، اخر يومين دول بينشط جدا الانديه بقى، بتبدا ايه تعمل يعني تقفل الدايره على كام لاعب كده وتقدر تدخل السوق. بس هو مصطفى الحقيقه قطعت الدوري الانجليزي يعني عمرو زكي، عمرو زكي مصطفى بالظبط كده، لو راح دوري انجليزي مميز جدا، هيبان كمان اكتر وهيجيب جون كتير فعلا، واثبت كمان في المباريات اليوروبا ليج ان هو قادر ان هو يلعب في كمان في منافسات اعلى من الدوري الفرنسي، احد الدوريات الكبرى يعني، برضو مش عايزين نقلل من الدوري الفرنسي، لا دوري من الدوريات الكبرى في اوروبا. ومصطفى مميز الحقيقه مع تريزيجيه ومع مرموش زي ما احمد قال، وطبعا صلاح خارج التقييم يعني. شايف ازاي الموسم اللي جاي بالنسبه ليهم وتوقعاتكم ل يعني تاثيرهم مشاركاتهم؟ مين اللي عنده القدره انه يكون اكثر تطورا في الموسم اللي جاي، او فرصه انه يكون اكثر تطورا في الموسم اللي جاي؟ احمد، اتوقع مرموش هيقدم موسم كبير جدا الموسم القادم، واعتقد كمان ان هو كمان هيبقى في اوروبا، فمرموش اعتقد هيظهر بصوره ملفته جدا وهيبقى محط انظار الانديه الكبيره. انا شايف ان مرموش ليه مستقبل كبير جدا، ان هو هيروح لنادي كبير جدا في خلال سنتين. انا براهن على مرموش صراحه. طيب من الميركاتو الاجنبي نيجي للميركاتو، احنا اتكلمنا على امام، احنا بس ما اتكلمناش على رضا. خلي بالك احنا ما اتكلمناش على امام اصلا، الناس بقت بس بين امام ورضا كان الاسبوع، الناس بقت تتفائل بينا، احنا كل حلقه بنخلص الحلقه يطلع يبقى التيك تاك بيتحضر وبعد الحلقه شغاله الاعلان الرسمي. فيعني طيب نبتدي احنا ما اتكلمناش عن امام، فعلا ما اتكلمناش عن امام. يمكن هي ده كان الاعلان بعد، كان في نفس اليوم خرجنا من باب الاستوديو والسرينه اشتغلت على طول. لا يمكن النادي الاهلي على مستوى التدعيمات طبعا نجح في ضم اثنين لاعبين بوتيشنال، اثنين لاعبين مستقبل كبير جدا، واحد منهم طبعا امام عاشور احد افضل واهم نجوم الكره المصريه في الموسم الماضي، باعتراف كل الانديه اللي كانت بتتصارع حتى والاطراف اللي كانت بتتصارع على ضم امام عاشور، ولكن النادي الاهلي حسم الموقف تماما وضم واحد من اهم
اللاعبين امام عاشور لصفوفه بعقد طويل المدى كمان يقدر من خلاله النادي الاهلي يامن وسط ملعبه. نتمنى ان شاء الله لامام انطلاقه كبيره تليق بامكانياته وتليق بمستوى والبطولات اللي بينافس عليها النادي الاهلي. اللاعب الثاني طبعا رضا سليم، واحنا شفنا ان كان في بعض الانديه بتحاول تعمل معاه زوم ميتنج، فالنادي الاهلي جابه يعمل زوم ميتنج في الملعب على طول، احنا ما بنضيعش وقت طبعا. ف انت عارف تقريبا يعني تقريبا دي معلومه انه كل الاسماء اللي طرحت، خد بالك كل مركز الاهلي كان محتاج يدعمه كان حاطط فيه اسم رقم واحد بلان اسم رقم اثنين واسم رقم ثلاثه. كل الاسماء اللي طرحت على مائده التفاوض فيما يتعلق بالموسم الجديد للنادي الاهلي فوضتها كل او استهدفتها نفس الانديه اللي بتنافس، يعني مفيش اسم، مفيش حاله اجتهاد يعني خالص. يعني الاهلي بيفاوض مين؟ خش في المفاوضات، اما انك تضايقه، اما انك انت تعلي الصفقه عليه، او اما انك في النهايه تنجح في خطف الصفقه فعليا بصرف النظر عن انك كنت محتاجها او مش محتاجها، ما بيعملوش مجهود او مش هتضيف لك، يعني فاهم؟ على عكس بقى، على عكس موقف النادي الاهلي تماما. يعني شوف انت قلت ايه، النادي الاهلي لما بدا كمان في صفقاته ووجد ان في مزاد على الصفقات وبدون ذكر اسماء وبدون ذكر انديه، النادي الاهلي على طول تماما اخطر الانديه دي بان هو توقف تماما عن الدخول في او استكمال المفاوضات، لان الموضوع اصبح خارج قواعد او رولز النادي الاهلي، وبالتالي انت اشتغلت على احتياجاتك. رضا سليم يمكن مش عارف، احنا هنتكلم عن احصائياته رضا لا، يعني امام احنا عارفينه وشايفينه، لكن رضا كبروفايل لاعب يمكن مواليد 2000 ممكن تكون شفت له فيديوهات، لكن بروفايل لاعب امكانيات مهارات اللي بيميزه عن اللي ممكن يكونوا موجودين في نفس حتته في الاهلي. ميزه الاجنحه بتاعت الاهلي انه كل واحد ليه ستايل لعب، يعني طاهر مختلف تماما عن عبد القادر، الاثنين مختلفين تماما عن تاو، والثلاثه مختلفين تماما عن حسين الشحات. ايه الاختلاف اللي ممكن او ايه الاضافه اللي ممكن يضيفها لاعب زي رضا سليم؟ تعال نشوف ارقامه مع الجيش الملكي كريستيانو رونالدو الجيش الملكي، بما ان هو كان بيرتدي المدرب بتاع الملك كان بيمثل 50% من قوتنا، يعني دي الخريطه الحراريه، وده معناه انه رايت وينجر بشكل واضح وصريح، افضل مركز بيلعب فيه هو طبعا رايت وينجر. دي الخريطه الحراريه في مشاركات الجيش الملكي، دي المراكز اللي هو لعب فيها مع الجيش الملكي، لعب ناحيه وينج رايت ولعب وينج ليفت ولعب كمان رقم 10 ولعب 8 في ناحيه اليمين وناحيه 8 ناحيه الشمال، واعتقد كمان لعب كمان في راس حربه، فدي حاجه ملفته يعني برضه. لكن اكتر عدد مباريات شارك فيه وظهور ليه كان رايت وينجر 75 مباراه بمساهمات عاليه جدا. لا احنا عايزين نقعد بس على الصح عند 75 مباراه، بص ارقامه في ال 75 مباراه ساهم في 50 هدف، ده رقم كبير جدا. يعني انت لما بتشارك في 75 مباراه يبقى نسبه مساهمتك ان انت بتحرز 24 هدف وتصنع او 9 يعني 49 هدف، تسجل 24 وتصنع 25 للاعب لسه عنده 23 سنه ومواليد 2000 ولاعب بيمثل او بيلعب في او هيجي معانا الاحصائيات ان هو لعب مع منتخب المحليين ولعب مع الجيش الملكي وفاز مع الجيش الملكي باكتر من بطوله، اهي يمكن دي بقى توزيعه البطولات اللي هو شارك فيها مع الجيش الملكي، ساهم في لعب 95 مباراه في بطوله الدوري، احرز من خلالهم 27 هدف وصناعه 21 هدف، وكان عنده 18 بطاقه صفراء. بعد كده الكونفدريشن كاب الكونفدراليه شارك في 12 مباراه او لعب 12 مباراه، احرز هدفين وصنع 4 اهداف، وكان عنده بطاقه صفراء وحيده واثنين ريد كارد، ودي برضو يعني من الحاجات اللي ممكن نقف عندها شويه، طرد مباشر. طرد مباشر بالظبط، في اللي في النص دي يعني طرد نتيجه انه خد انذارين في نفس المباراه، اثنين في الكونفدريشن يعني طرد مباشر بالظبط. بعد كده عندنا دي بطوله الكاس العرش المغربي، كاس العرش المغربي، لعب 7 مباريات احرز 3 اهداف وصنع هدف وحسن سلوكه شويه اهو في كاس المغرب وحصل على بطاقتين صفر. اخر حاجه البطوله العربيه شارك في مباراه وحيده وبعدها ودع الجيش الملكي البطوله. مميزات رضا احمد كلاعب، بروفايله دريبلر 1 تو 1. طيب ناخد البطولات يا احمد عشان معاك البطولات طبعا، هو البطولات الحقيقه مع الجيش الملكي هو كسب بطوله
مع الجيش الملكي كسب بطوله افريقيا تقريبا. ده مع المنتخب المحلي. مع المنتخب المحلي بطوله افريقيا مع المحليين 2021، وكسب الكاس المغربي برضو مره واحده. ايوه. وكسب تقريبا برضو مراكو الدوري المغربي مره واحده. أيوة. المره واحده دي هو كان سبب فيها في اخر مباراه، احرز ضربه جزاء هي كانت الفيصل في اخر دقيقتين. لو كان ضربه الجزاء دي ضاعت كان الوداد خد البطوله. كان الوداد خد البطوله. وهو يعني حتى لو اتفرجت على ضربه الجزاء دي من ضمن مميزاته اللي انا هتكلم معاك فيها دلوقتي، عنده هدوء اعصاب مميز جدا. ودي بتبين شخصيه اللاعب. وشخصيه اللاعب مهمه جدا ان هي تشوف انت تناسب النادي الاهلي ولا ما تناسبوش، فشخصيه رضا سليم مناسبه جدا للنادي الاهلي. وده من اسباب تمسك النادي الاهلي برضا سليم. تتوقع انه ياخد وقت في التاقلم والانسجام مع سكواد، ولا دخوله في الفريق مع بدايه مرحله اعداد يساعد او يسرع في الحته دي؟ طبعا دخوله فتره اعداد، الفتره دي هتبقى مهمه جدا ان هو يلحق. حتى الناس كلها بتتساءل رضا سليم هيلعب مكان مين؟ يعني ده سؤال مهم جدا. لا هو خد بالك الموسم اللي جاي مفيش حد مش هيلعب. بالظبط. الموسم اللي جاي السكواد كله هيلعب، انت عندك موسم ضرب نار. عندك كاس عالم وتشامبيونز ليج ودوري افريقي ودوري سوبر. محلي وكاس قديم وكاس جديد وكاس جديد، حتى في بطوله استحدثت سوبر اللي هي ابطال نخبه الابطال اللي هي اللي في الامارات النخبه. لا والرابطه الانديه استحدثت كمان بطوله سوبر النيل بين بطل الدوري وبطل الرابطه والكاس. اربع لعيبه في بطوله جديده خالص مش عارف اسمها، سوبر النيل دي بين بطل الدوري وبطل كاس الرابطه. اوكي. فانت عندك كام ماتشات؟ طبعا السنه الجايه محتاج فرقتين بجد ثلاث على رجلهم عشان او ثلاث فرق عشان تكون جاهز البطوله. طيب خليني ارجع برضو، عايزكم تكلموني شويه على ايه اللي هيضيفه رضا سليم لخط هجوم النادي الاهلي، وايه اللي بيميز او ايه اللي مختلف في رضا سليم عن بقيه الاجنحه ومهاجمي النادي الاهلي. بس اسمحوا لي نروح لفاصل وارجع اسمع اجاباتكم. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم على الإضافة اللي ممكن يديها رضا سليم بإمكانياته لخط هجوم النادي الأهلي، إيه اللي بيميز رضا من وجهة نظرك؟ شايف إن هو طبعًا دريبلر مميز جدًا وبيلعب برجلين الاتنين، ويديك إضافة في إن هو جوكر، إن أنت دلوقتي رضا سليم ده يديك في أي مباراة حلول، إنه ممكن يلعب ناحية وينج رايت ويلعب كمان وينج ليفت. فكرة اللعيب اللي بيلعب في أكتر من مركز بيخدم قوي على طريقة مارسيل كولر اللي بيعتمد على إنه مفيش ثبات. لا مركزية صح. كله بيتحرك، كله الوينج بيخش في قلب الملعب، أوقات كتير جدا بنشوف بيرسي تاو، بنشوف حسين الشحات على خط النص النادي الأهلي، ولاعيبة خط النص هي اللي في البوكس، أوقات كتير جدا بيقطعوا في عمق الملعب، وأوقات كتير جدا بتشوفهم روس حربة. مظبوط. بيرسي تاو والشحات لما كانوا بيلعبوا بشكل أساسي يعني. صح طبعا. وفي ميزة طبعا مهمة جدا 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 في رضا سليم، الكرات الثابته. ودي ميزه مهمه جدا وحل جديد للنادي الاهلي يعني. احنا شايف ان الحل بتاع الكرات الثابته ده هو عنده الميزه دي وبيحطها برده يعني من ضمن بطريقه مميزه وصعبه على الحراس. هم الاثنين الحقيقه امام ورضا عندهم امام قصه ثانيه يعني. حته التسديد امام عنده ميزه يعني اعتقد ان يعني مش موجوده عند حد في الدوري المصري خالص، ومش موجوده في مصر يعني ميزه التصويب من بعيد دي ومظبوطه جدا، فدي ميزه مهمه جدا. رضا سليم انا شايف ان هو اضافه، لان كمان انا بشوف ان هو بمناسبه انت قلت ان كولر فعلا بيعتمد على اللامركزيه، فشايف ان رضا سليم هو يقدر يستخدمه في اكثر من مركز، وهيبقى بالنسبه له ممكن في كذا مباراه يقدر يستخدم رضا سليم ده كجوكر في رقم 10، وممكن يغير طريقه اللعب على فكره يعني. انا بشوف انه ممكن يدي لكولر ان هو مساحه ان هو يقدر يغير طريقه اللعب بسبب رضا سليم، يقدر يلعب بيرسي تاو ورضا سليم وحسين الشحات وكهربا، وكمان يلعب معاهم باثنين في نص الملعب. فكل ده اعتقد رضا سليم اللعيب اللي بيلعب في اكتر من مركز بيدي حل مميز جدا. قال كل حاجه عن رضا سليم، ما سابلكش اي حاجه تقولها. لا اضيف بس على كلام احمد عن رضا عبد العال. لا 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 هي حاجه احمد طبعا اتكلم عن كل مميزات رضا سليم، في حاجه مميز فيها جدا العرضيات. عرضياته زي دواء. عرضياته دواء يعني رضا سليم. نموذجيه. لا دي اضافه مهمه جدا، لان هو عنده العرضيات من وضع الحركه والعرضيات من الكرات الثابته الاثنين احسن من بعض. لا هو صانع اهداف. يعمل عرضيه يعني حاجات افتقدناها من زمان جدا. انا اعتقد ان هو هيرجعنا بقى تاني للكلام ده تاني ان شاء الله. طيب يعني تكمل بقى بالدويتو بتاع راس الحرب. بالظبط. يعني العرضيات اللي هيقابلها راس حرب. طيب يا مسال احنا موجودين النهارده بعد ما تطلع النهارده هيحصل ايه بعد الحلقه. طيب اخدكم بقى لاخر جزء من الحوار، جزء مرتبط بماتش المصري بكره، اخر مباريات الموسم، مواجهه كلاسيكيه، ديربي من ديربيات الكره المصريه، المصري تحت قياده علي ماهر في مباراه كاس. شايفين مباراه الاهلي والمصري ازاي بكره، وايه فرص الفرقتين؟ هبدا مع مصطفى.
انا شايف مباراه المصري دي مباراه صعبه جدا 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 لاسباب كتيره. اول سبب طبعا جهاز فني جديد بقياده كابتن علي ماهر، وده مخلي المباراه هيبقى ليها يعني انت خلاص بتلعب قدام منافس، او طبعا نادي المصري طبعا نادي معروف، لكن وجود الجهاز الفني الجديد خد بالك عنده غيابات كتير قوي، عنده غيابات كتير لان في لعيبه خلاص مشيت وعقدها خلصت زي جريندو وزي حتى زياد كمان لاعب انبي، ففي لعيبه كتيره جدا كانت دغموم كمان مصاب لعيبه كل سلامه يعني دغموم من اللعيبه الحقيقه جدا بحبه جدا حل. لكن أنا عندهم جدا. انا شايف ان بص لعيب الكوره اللي بحس ان الكوره تحت رجله فيها كوره لازم طبعا لازم كل لازم الناس تتفق عليه. لكن عندهم لاعب مهم جدا، هو يعني بشوف ان دايما اهم لاعب عندهم هو الياس الجلاصي، هو اهم لاعب في النادي المصري، ان هو رمانه الميزان والفكر او العقل المدبر لفرقه المصري. لعيب كوره طبعا، واعتقد ان كابتن علي ماهر كان هو سبب في وجوده في نادي المصري. فيعني دارت الاوقات ان هو كمان موجود كابتن علي ماهر المدير الفني لنادي المصري، جهاز فني جديد بحوافز جديده، وكابتن علي ماهر اصلا يعني قدام النادي الاهلي بيحاول يخلق اللعيبه دوافع كبيره جدا وتبقى المباراه ليها طعم مختلف، خاصة اللي صعوبة المباراة. أنت عارف إن كتير من جماهير الأهلي الناس طبعًا بتتكلم يعني بتزعل من كابتن علي ماهر، بقول لهم يا جماعة ده شغله. عايز يكسب، هو عايز يكسب. عايز يكسب، لازم يكسب، هو حبه وانتمائه الأهلي شيء، وإنه يقوم ودي حاجة تشرف إنه الأهلاوية. بس الجمهور بياخد عليه إن هو عايز يكسب الأهلي بس يعني. بس يعني. لا هو بيبقى كسبان يعني يكسب يكسب برضه اكسب حاول تكسب الفرقة التانية، ولكن هو مدير فني كبير طبعًا وعامل موسمين مميزين مع فيوتشر رابع وخامس في أول تجربة ليه طبعًا بعد صعوده من الدرجة الثانية. ياخد في موسم اول مركز رابع وموسم في تدعيمات برضو ولكن على مستوى كوره محترمه. انت عندك البنك الاهلي عمل تدعيمات على فكره فيوتشر وبيراميدز دول، وكانت يعني كان التفكير فيهم الاستثمار في انديه جماهيريه ممكن جدا النتائج كانت مختلفه تماما. خدوا بطولات طبعا يعني كانت ممكن سكواد بتاعه مميز. ضلع الجمهور ده ضلع لا يمكن الاستغناء عنه، الامكانيات الماديه، كواليتي اللاعبين، افضل اجهزه فنيه، مش ممكن ابدا تعوض غياب باريس سان جيرمان اكبر دليل. بالظبط، ورغم ان باريس سان جيرمان عنده جمهور طبعا، لكن مش يعني كل حاجه الميزانيه الاداره هنا والرؤيه والسيستم وسر الصنعه زي ما بيقولوا طبعا شخصيه البطل والتاريخ. الاهلي بكره عنده صداع في خط الدفاع يا بلال. طبعا عندنا بكره غيابات مهمه طبعا، ابرزها محمد عبد المنعم اللي بيغيب للايقاف، ياسر ابراهيم بيغيب للاصابه، ومحمود متولي بيغيب للاصابه. عندك رامي ربيعه وخالد عبد الفتاح فقط في مركز قلب الدفاع. طبعا معاهم معاذ محمد لاعب ال 2005 اللي شارك في مباراه المصري بالمناسبه، وكان لعب كره بدماغه في العارضه، لاعب مميز جدا معاذ المدافع. ولكن هيبقى معاذ ولا معتز؟ سوري معلش معتز محمد. لاعب 2000 لاعب 2000 انا جيت بالي معاذ الحناوي عشان هو كان طالع زيه. معتز محمد لاعب 2005 لاعب مميز، لعب مباراه المصري الاخيره في لفت الانظار وكمان كان هيسجل هدف، يمكن الناس شبهته شويه بمحمد عبد المنعم لانه بيكمل في الكرات الثابته ومميز في ضربات الراس. يمكن ده كان اخر تشكيل للنادي الاهلي امام اهو لسه كنا بنتكلم دي مباراه الاهلي والمصري الاخيره في الدوري. بكره هيخش مكان معتز طبعا خالد عبد الفتاح، ويدخل مكان خالد عبد الفتاح محمد هاني، علي معلول مكان كريم الدبيس. وسط ملعب النادي الاهلي اعتقد بكره هيكون ديانج ومروان عطيه وقفشه اللي بقى له كذا مباراه بيأدي بمستوى كبير. على الاطراف طبعا علي لطفي طبعا مش موجود في قائمه الاهلي بكره، دي كانت اخر مباراه. وخلينا نقول بالمناسبه علي لطفي واحد من اللعيبه اللي كسبت احترام وحب وثقه جماهير النادي الاهلي، واديت له كل الحق في انه يدور على فرصته في المشاركه حتى لو بعيدا عن مرمى النادي الاهلي، لكنه يظل واحد من النجوم الحقيقه اللي كانت شديده الاخلاص واللي كانت دايما محل تقدير واحترام من جماهير النادي الاهلي. انا شخصيا بتمنى لك التوفيق يا علي، انت تستاهل كل خير، ومفيش شك الحقيقه انك انت واحد من افضل الخامات اللي موجوده، واحد من افضل الحراس المرمى اللي عندهم امكانيات كبيره جدا، وربنا يوفقك ان شاء الله في مشوارك اللي انت اخترته. لا علي، يمكن انا اتكلمت مع علي يوم التكريم اللي النادي الاهلي عمله له بالليل، وهو قال لي على قد ما انا حزين جدا وما تخيلتش ان انا يجي في يوم من الايام ان انا ارحل عن النادي الاهلي، ولكن الحاله اللي يعني اللي هدته شويه او عملت عنده يعني بالانس شويه في حاله الحزن، رد فعل الناس جدا رد فعل الناس ان هي الناس متمسكه بيه، هو يعني تفاجأ ان كميه الجمهور ده كله والناس واللعيبه وان كل دول كانوا متمسكين بيه. ولكن علي خرج زي ما انت قلت علشان يحصل على فرصه طبعا في سنوات لعبه الاخيره قبل ما يودع الملاعب، ولسه عنده 33 سنه، ولكن يلعب على الاقل موسمين ثلاثه يقدر ان هو يبقى عنده تاريخ في النهارده كمان. ده احنا بنشوف لعيبه بتلعب بوفون النهارده
النهارده اعلن اعتزاله 45 سنه بالظبط. ما بالك بحراس المرمى اللي اعتقد انه تطور طرق الاستشفاء والعلاج وطرق التدريب. حراس المرمى كمان بيعمروا في الملاعب. طيب خلينا نرجع لماتش الاهلي المصري، مباراه بره حسابات الثلاث نقاط، لابد من فائز. ده ممكن يكون ليه تاثير على فكر مارسيل كولر في مواجهه علي ماهر وعلي ماهر في مواجهه كولر؟ لا، هو كولر كده كده يعني المباريات كلها بينزلها مباريات كوس، يعني اعتقد هو بينزل المباريات كلها بتركيز واحد، هو المكسب، هو بيفصل كل مباراه من بدايه. خد بالك انك انت في ماتشات الكاس سواء مع منتخب السويس او مع الداخليه الى حد ما مش مقنع قوي، ما كنتش مقنع خاصه مباراه الداخليه بالزبط. وانا خوفي على مباراه المصري، عشان كده قلت لك مباراه صعبه جدا. غير ان في جهاز فني جديد بقياده كابتن علي ماهر، الخوف الاكبر ان في بعض اللي زي بيقولوا الراحه اللي اخذها لعيبه النادي الاهلي بعد فوز بالكاس. أيوة. برضو يعني الموضوع ما كانش فيه الجديه. فوز بالدوري بالظبط، بس انا اعتبر فوز بالكاس دي بشرة خير ان شاء الله فوز بالكاس. يعني مباراه المصري دي انا شايفها عنق زجاجه، لو احنا كسبناها يعني هتوصلنا بنسبه كبيره للنهائي. احنا بعدها لو كسبنا هنلاعب نادي انبي في قبل النهائي، بس هيبقى في الموسم الموسم الجديد يبقى خلاص ساعتها امام عاشور معانا ورضا سليم معانا والمهاجم ان شاء الله يكون معانا، ربنا معانا ان شاء الله. مباراه ان شاء الله، يعني انا ان شاء الله اتوقع ان المباراه تبقى صعبه، لكن ان شاء الله الاهلي هيكسب. خبره لعيبه النادي الاهلي مع طبعا ذكاء كولر وواقعيته في المباريات دي، ان هو بيلعب بجديه جدا، واعتقد هو بيخلق دوافع مهمه جدا، ومفيش اكتر من دافع ان هي بطوله منفصله تماما عن اي بطوله. في المباريات العاديه كان بيخلق دوافع. علي ماهر بيراهن على ايه؟ بكره ماتش بكره هيراهن على ايه؟ وفي ظل الغيابات طبعا اللي موجوده عنده برضه، الاهلي عنده غيابات كثيره جدا وكلهم مؤثرين، وايضا المصري عنده غيابات. طيب هو علي ماهر نفسيا بيراهن على الدوافع، ان هو مدير فني تجربه جديده مع لعيبه لسه عايزه او لسه عندها فرصه ان هي تختم الموسم. يمكن كان المصري بيتطلع ان هو يقفل الموسم ببطوله كاس الرابطه ويخسرها، فاللعيبه لسه عندها فرصه بالنسبه له وبالنسبه لحساباته ان هي تختم الموسم بحدث كبير زي اخراج النادي الاهلي. هو ده اللي هيشتغل عليه نفسيا. فنيا علي ماهر من نوعيه المدربين اللي بيلعبوا لعب مفتوح، بيعتمد على ان هو يلعب على المساحات اللي خلف الظاهرين في الفريق المنافس، يعني المساحات اللي في ظهر الباكين، يقدر يغير في فتره قليله جدا. اصل هو اشتغل مع معظم اللعيبه دي قبل كده، يعني زي ما احمد لسه كان بيقول من شويه، اشتغل مع الياس الجلاسي واشتغل مع معظم اللعيبه اللي موجوده، عمرو موسى وكريم العراقي وحسين السيد وعمرو سعداوي. هو عنده لعيبه على الرغم من اللعيبه اللي رحلت، ولكن في مروان عطيه كان في وقت من الاوقات مهاجم منتخب مصر. فعلي ماهر زي ما بقول مروان حمدي سوري معلش احنا النهارده المكسات بتاعت الاسماء عنده مروان حمدي كان محطه، وهو بيعرف يستغل قوي علي ماهر موضوع ان هو التحضير واللعب على الكره الثانيه، بالاضافه لفتح الملعب واللعب خلف زي ما قلنا خلف الظاهرين. فهي دي اللي شفنا، حتى يعني الوقت ما سعفناش ان احنا نعرض اخر مباراه لعلي ماهر مع فيوتشر امام النادي الاهلي، لعب نفس الطريقه ان هو بياخد الكره الثانيه وبيعتمد على وسط الملعب، على لعيبه وسط الملعب في التمرير خلف الاظهره، او يلعب على المهاجم المحطه كان احمد عاطف في فيوتشر. بكره هيبقى عنده مروان حمدي فيه، والحمد لله قلت حمدي اهو، مروان ركزت فيه. ايوه مروان حمدي واحنا عندنا المكسات في الاسامي كلها قريبه من بعض. يعني اتفائل بقى مروان عطيه بكره هيسجل. على فكره احنا عايزين نحيي مروان عطيه في ماتش في مباراه الداخليه، صوب اكتر من كوره، وسلاح التصويب مهم جدا، خاصه كمان لما يدخل في الاهلي لو اشتغلوا على الحته دي يعملوا فرق. ثلاثه احنا هيبقى عندنا منصه صواريخ الموسم القادم. لا انا بتكلم على السكواد اللي موجود حاليا في الموسم ده، ديانج ومروان عطيه، وهيدخل لهم امام الموسم القادم. يبقى عندك منصه صواريخ في وسط الملعب. وقفشه الدنيا وقفشه على فكره زقته بتاعته، بس انا زعلان من قفشه ان هو نكد على الجمهور المنافس بالاحتفال القاضيه بعد تسجيله هدف الداخليه طبعا، وراح هو في لقطه طريفه كده راح للمصورين، عمل ثلاث احتفالات احتفال واحد، وراح للمصورين وقال لهم دي حاجات ما بيعملهاش غير رونالدينيو. هو كان هدف طبعا جميل جدا احرزه في مباراه الداخليه. في ذكاء كبير جدا، استغل تقدم الحارس وان المدافعين حاجبين عنه الرؤيه وحطها السهل الممتد. رونالدينيو جاب هدف زي فعلا. نتمنى ان شاء الله تفنيشه موسم ممتعه لجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله نحافظ على حظوظنا في المنافسه على البطوله بتخطي عقبة المصري بكرة، تقديم عرض قوي ينهي بيه كولر أحسن نهاية لأفضل بداية في المدرب مع النادي الأهلي. كل التوفيق إن شاء الله، ونتمتع بمباراة قوية للنادي الأهلي، ونحافظ على فرصتنا في كأس مصر. بشكر بلال محسن، بشكر أحمد مصطفى، نورتونا وأسعدتونا كالعادة، بنسعد بيكم دايما في السادسة. احنا بنشكرك طبعا، وبنشكر السادة المشاهدين، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة تكون عجبتهم.
والله لا 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 يعني واحنا الموسم بيخلص طبعا بشكر كل الزملاء في السادسه على حلقه النهارده وعلى موسم طويل وشاق بذلوا فيه مجهود كبير. انا شخصيا حاسس ان الموسم كان طويل جدا فما بالكم باللعيبه وما بالكم بالجهاز الفني اللي الحقيقه بذلوا مجهودات كبيره جدا على مدار الموسم. في النهايه كانت النتيجه زي ما الجماهير توقعت وزي ما الجماهير حلمت، موسم اكتر من رائع، موسم استثنائي، وان شاء الله يكون ختامها مسك زي ما بيقولوا بكره ان شاء الله بفوز كبير وعريض على النادي المصري. بشكركم مره ثانيه واشكر حضراتكم على المتابعه ونتقابل في حلقه جديده من السادسه. تحياتي لكم.